مش كنت انت اولى يا باشمهندس؟ يا شيخه بلا هم كده احسن. يا هدير، لقيت لها اكونت على الفيسبوك ولا عملت ايه؟ ما تصربعنيش، عمال ادور على الاكونت بس مش لاقيه. انتوا شغلين نفسكم بايه؟ ازاي يا باشمهندس؟ مش نعرف هي مين؟ وانت يعني كده هتعرف؟ هنعرف. بص بقى يا باشمهندس، الست مننا تتعرف من الاكونت بتاعها. يعني انا مثلا ممكن اقول لك كل اتجاهاتها لو شفت الاكونت. متطلقه، متجوزه، فرفوشه ولذيذه كده شبهنا ولا بومه ونكديه. طب اقول لك على حاجه، انا لو شفت الاكونت ممكن اعرف لك هي عندها ولاد ولا لا. عندها بنت. وسكت. عرفت ازاي؟ ما هي خبطت العربيه تحت وانا جاي. عندها انت بنت. بتكتب ايه؟ بجمع معلومات واحللها. سيبني بقى تكتك. طب ثواني بس، ممكن حضرتك تقول لي البنت دي كبيره ولا صغيره؟ يعني قد مراد ابني كده. قد مراد ابنه. مراد ابنه. يا حبايبي يا حبايبي، سيبكم الكلام ده كله. بص يا حبيبي، اللي يهمنا هي مين وكانت شغاله فين قبل ما تجينا. قد مراد ابنه. ايه يا عفاف، قدمت الاذن؟ تمام يا باشمهندس، وكلمت حد اعرفه في الوزاره عشان اعرف ازاي جابوها بدل حضرتك. بتعملي كده ليه يا عفاف؟ ما انا لازم افهم يا باشمهندس. وفهمت حاجه يا عفاف؟ عرفت انها اشتغلت في الشركه اول ما اتخرجت 5 سنين. هنا؟ لا 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 لا، في فرع من فروع الشركه، بس ما سالتش. وبعد كده اشتغلت ومسكت كذا شركه ناجحه بس قطاع خاص، ولما طلبوا منها انها ترجع الشركه عشان تمسك البوزيشن ده وافقت على طول. ده معناه انها ست ناجحه، وده اللي يهمنا. انا مش شايفه كده خالص على فكره. وانت لحقتي تشوفي ايه عشان تحكمي؟ شفت ايه؟ شفت تكشيره، اعوذ بالله، دي حايزه بونه، دي وشها يقطع الخميره من البيت. عارف هي لو شاطره ما كانتش دخلت الدخله دي، لانها كانت هتبقى واثقه في نفسها. بص 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 يا عفاف، انت تشيل البنت الكشره دي من جنب بنتك وما يقعدوش جنب بعض في الكلاس خالص، ويا دار ما دخلت. بالظبط بالظبط. بنت ايه يا باشمهندس؟ انا مش فاهمه حاجه. هو انا مش طلبت منك اوراق بدل اللغو والرغي اللي ملوش دعوه بالشغل ده؟ حالا، انا بس كنت بمضي الباشمهندس على ورقه والورق بيتبع بره. واضح. انا هعمل اجتماع لكل موظفين الشركه عشان تعرفوا سياستي الفتره اللي جايه. مهندس حسن، عاوزاك في مكتبي لو سمحت. شيخ، اللي حصل تحت ده مجرد سوء تفاهم عادي، واكيد مراد ابني ما كانش يقصد. بما انك مسؤول عن اهم اداره في الشركه دي، فانا عاوزه تقرير مفصل عن المشروعات اللي الشركه بتنفذها دلوقتي بجداول تسليمها ده مبدئيا. اوكي، هيكون عند حضرتك بكره. ليه بكره؟ انا عاوزه حالا. ما ينفعش النهارده. ليه؟ عشان مستاذن ونازل. مستاذن من مين؟ من نفسي افندم. دي سياسه الشركه، كل مدير الادارات يا دوب بيختار شؤون العاملين، شايفين انهم ما ينفعش يشغلوا السيد رئيس مجلس الاداره بحاجات صغيره كده. الحاجات الصغيرة والبسيطة دي لما بتكون سايبة بتوقع الأمور الكبيرة يا باشمهندس. في سيستم وأنا حضرتك تقدري بكرة تقولي كل ده في الاجتماع. عن إذنك. يا ريت من بكرة ما تركنش قدام الشركة وتبلغ السايس إن المكان ده يخصني أنا. تقدري حضرتك تبلغي السايس باللي أنت عايزاه كله. وأنا عن نفسي ما عنديش مانع تاخدي مكاني قدام الشركة أو جوه الشركة. أنا فاهمة كلامك كويس قوي يا باشمهندس. دي حاجة كويسة جدا. واضح ان ابنك ما جابوش من بره. سبحان الله، زي بنت حضرتك بالظبط. انا بنتي متربيه احسن تربيه، ودي حاجه كويسه برضه. انا زي. هو الورق بيتبع ولا بيتكتب؟ اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.